السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد أحمد السيد، المعيد بكلية التربية جامعة الأزهر، ومسجل لمرحلة الماجستير. وعنوان رسالتي إن شاء الله دراسة تقويمية لمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. أولاً، الشكر موصول كما قال زميلي الأستاذ عبد العزيز، بداية لكل الحاضرين ولكل القائمين على هذه الندوة، أشكرهم شكراً جزيلاً، وهذا يدل على اهتمامنا باللغة العربية. بالنسبة لمركز الشيخ زايد، هو كان استجابة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كان في وقتها هذا كان رئيساً لجامعة الأزهر، وكان هناك طلاب يأتون من خارج مصر للدراسة في الجامعة، وهذا غير معهد الدراسات الخاصة. معهد الدراسات الخاصة الطالب يلتحق بالمعهد لدراسة اللغة العربية وغيرها، مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، مرحلة ثانوية، ثم بعد ذلك يلتحق بالجامعة، فهو على دراية كاملة باللغة العربية، فيستطيع أن يتواصل مع المعلمين أو مع الأساتذة بالجامعة ويفهم المحاضرات. بالإضافة إلى أن هناك بعض الطلاب يأتون من الخارج وهم درسوا ما يعادل الشهادة الثانوية الأزهرية في الخارج. وعندما كان الشيخ أحمد الطيب أو الدكتور أحمد الطيب رئيسا للجامعة، لاحظ أن هؤلاء الطلاب الذين أتوا من الخارج لديهم ضعف أو لديهم عدم تقدم في الدراسة، فكان هناك نسبة رسوب مرتفعة بينهم. وبالدراسة حول هؤلاء الطلاب أو عليهم تبين أن السبب يرجع إلى ضعف في اللغة العربية. ومن هنا فكر الدكتور أحمد الطيب، ومعه كانت مؤسسة الشيخ زايد في الإمارات، وتلاقت الأفكار ورأوا أن من واجب الأزهر إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ليقوم بمهمة تعليم اللغة العربية الفصيحة لأبناء المسلمين من مختلف دول العالم من الناطقين بغير العربية. وهذا الصرح العملاق هو صرح تخرج فيه آلاف الطلاب منذ نشأته من عام 2010 حتى الآن، ما يقرب من 15,000 طالب، 15,000 طالب، بمعدل أكثر من 3,000 طالب يأتون للدراسة سنوياً بهذا المركز، إضافة إلى معهد الدراسات الخاصة أو معهد البعوث الإسلامية الموجود بالدراسة، هذا يختلف عن ذلك. كما أن هناك دراسات خاصة لأغراض حياتية، سياحة، أغراض تعلم الدين الإسلامي، هذا يختلف عن دراسة الطلاب الذين يلتحقون بجامعة الأزهر. هذا المركز له أهداف وضعها القائمون عليه، هذه الأهداف متمثلة في تأهيل الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر لغوياً وعلمياً، وإعدادهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر الشريف، تعليم اللغة العربية لمن يرغب في تلقي العلوم الشرعية دون الارتباط بمنهج معين، تعليم من يرغب في تعلم العربية الحياتية اليومية كتعلم العربية لأغراض سياحية وسياسية وتجارية وغير ذلك، التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، حيث خطط المركز برنامجاً تفصيلياً للتدريب النظري والعملي لمعلميه ولمن يرغب في تعميق خبراته في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من غير معلميه، ويقوم على تنفيذ هذا البرنامج خبراء متخصصون في هذا المجال. ويقصد المركز من وراء ذلك إلى إمداد المراكز الأخرى المناظرة على مستوى العالم وليس مصر فقط، بعدد من المدرسين المؤهلين لتعليم اللغة العربية، إعمالاً لتوصيات الملتقى العالمي الأول لتعليم العربية للناطقين بغيرها، والذي أقامه المركز في يناير عام 2013، وتم خلاله تدشين المجلس العالمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والذي يضم 22 مركزاً من أكبر المراكز العالمية.
وعلى ذلك فلا ينبغي أن يجول بخاطرنا أن مهمة المركز مقصورة على تعليم الطلاب فقط لتأهيلهم للدراسة بالجامعة فحسب، وإن كان هذا هو الهدف الأساسي من وراء إنشاء هذا المركز، وإنما تمتد الأهداف كما قلنا في الأهداف قبل ذلك لأغراض أخرى يحققها المركز بكفاءة عالية. هذا وبالرغم من حداثة إنشاء هذا المركز ودخوله في مرحلة التشغيل الفعلي كما قلت لكم في عام 2010، إلا أنه تخرج منه أكثر من 15,000 طالب. المركز أيضا له رؤية مستقبلية، هو مركز يطبق معايير تعليم اللغات العالمية أو اللغات الثانية، ويوفر أفضل العناصر من الهيئة التدريسية والخبراء المؤهلين لتنفيذ وتطبيق أحدث المناهج والمواد التعليمية باستخدام أفضل مداخل التدريس وطرائقه وفنياته. وله رسالة أيضا، ورسالة المركز تتحقق من خلال إعداد طالب متمكن مهارات اللغة العربية الفصحى استماعا وتكلما وقراءة وكتابة، تأهيل الطالب لمتابعة الدراسة بكليات جامعة الأزهر، إعداد مواد تعليمية أساسية تتمثل بشكل رئيس في كتاب أساسي يصدر باسم الأزهر الشريف، وهذا حدث بالفعل، فقد قام المركز أو قامت الرابطة العالمية لخريج الأزهر بإنشاء أو بتأليف سلسلة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تضم كل المستويات السبعة، كما سيقوم زميلي الدكتور حماية بالتكلم عن هذا الشيء. إعداد اختبارات أو إعداد اختبارات علمية منضبطة للقبول ولتحريك المستويات وإنهائها، إعداد اختبار دولي في الكفاءة اللغوية، إعداد برامج تدريبية للمعلمين الراغبين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. هذا بالإضافة إلى أن الجنسيات التي أتت إلى المركز منذ إنشائه حتى الآن تجاوزت 40 جنسية، إذا أردنا أن نذكر أفغانستان، بنغلاديش، بروناي، ماليزيا، نيجيريا، سنغافورة، تايلاند، تركيا، أندونيسيا، وكوسوفو، ومقدونيا، كثير من الجنسيات التي تدرس داخل هذا المركز. ولا يسنعنا في النهاية إلا أن أشكر كل الحاضرين وكل القائمين، والكلمة الآن مع زميلي الأستاذ حماية المعيد أيضا بكلية التربية ليكمل ما لم نتكلم عنه في المركز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.